انت ذكرت لازم يكون في فيجن او رؤيه واضحه قدامي، لكن عشان امشي الرؤيه دي لابد من انه يكون في خطط، وخطط ما حاجه وقتيه ولا علاج وقتي او حاجه يعني زي ما بقول مؤقته وبعيد عن الفساد والادارات الغير منتجه. بتفتكر الخطط دي احنا عايزينها مستدامه، انت قبل ذكرتها في حديثك، المطلوب نعمل شنو بعدين ممكن نجري العيوب. اوكي، بالنسبه للخطه الاستراتيجيه لابد دي مسؤوليه الدوله، لابد ان الدوله تكون عندها رؤيه لاداره كل الوزارات او كل القطاعات الاقتصاديه في السودان. وزي ما ذكرت سابقا انه هذه القطاعات بتتداخل مع بعض، فلابد ان يكون في تنسيق تام، في خبره بيضعوا هذه الخطط. الخطط قد تكون لفتره بتاعت 5 سنين، لفتره بتاعت 10 سنين، بتستصحب كل التغيرات الحاصله في العالم. فعندنا في قطاع الثروه الحيوانيه في خطط ممكن توضع بالنسبه لرفع الانتاجيه، بالنسبه للتحسين الوراثي للثروه الحيوانيه، بالنسبه للتسويق. ولكن هذه كل الخطط ما لم يكن هناك تيم فعال، تيم ذو تاهيل عالي لتنفيذ هذه الخطط، لا يمكن ان تنجح هذه الخطط. وكذلك هذه الخطط قبل وضعها لابد ان يتم تحليل علمي واقع للواقع بتاع الثروه الحيوانيه في السودان الان، ومن بعد نحدد احنا عاوزين نعمل شنو وما هي الآلية للوصول لهذه البرامج. فيبقى انه يعني وضع الخطط غير كافي لوحده، لابد ان يكون معه تيم ذو تأهيل عالي وفعالية عالية جدا. وحتى بعد انه يكون عندك التيم، لابد ان يكون في قياس لمؤشرات الأداء. يعني الآن العالم في الإدارة يتطور، تخطيط، تيم، بعدك بنقيس مؤشرات أداء هذا التيم عشان تكون في خطط للتصحيح او للتقييم اذا كان في اي خلل في تنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية.